مجلة أمريكية تقول إن إعادة تصدير النفط في اليمن تعتمد على نتائج المفاوضات بين السعودية وميليشيا الحوثي. قتلى وجرحى في معارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي بمديرية خب والشعب شمالي الجوف. منظمة الهجرة الدولية تعلن وصول نحو 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهرين. تدمير وتضرر نحو 350 مدرسة جراء حرب ميليشيا الحوثي في تعز. الخامسة من استديوهات بلقيس، أهلا بكم في نشرة الأخبار تقدمها أمل علي ونضال الشبان. شددت إيران على ضرورة رفع ما تصفه بالحصار الإنساني والاقتصادي ووقف إطلاق النار في اليمن. وقالت وكالة إيرنا الإيرانية إن كبير مساعدي وزارة الخارجية علي أصغر خاجي بحث مع المديرة العامة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السويسرية مايا تسافي سير التطورات السياسية في اليمن. وتأتي التصريحات الإيرانية عقب تهديدات ميليشيا الحوثي التحالف السعودي الإماراتي بالعودة إلى التصعيد العسكري ردا على تجاهل اشتراطاتها، مؤكدة أن الوقت سينفد إن لم يبادر التحالف بالتفاهم الجاد في الملف الإنساني. قالت مجلة أمريكية إن عملية إعادة تصدير النفط في اليمن تعتمد على نتائج المحادثات الجارية بين السعودية والحوثيين. ونقلت مجلة إنرجي إنتليجنس المتخصصة بمجال الطاقة عن مصدر في شركة بتروميسيل الحكومية أن الشركة لا تريد استئناف التصدير لتفادي وقوع هجوم آخر وتنتظر اتفاقا بين السعوديين والحوثيين. وتوقفت عمليات تصدير النفط عقب هجمات ميليشيا الحوثي في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة. النفط رهينة الحوثيين. في أكتوبر 2022 شنت ميليشيا الحوثي هجماتها على حضرموت مستهدفة مواقع موانئ نفطية في بير علي والشحر، وقصفت الطائرات المسيرة الموانئ أثناء رسو ناقلات نفط أجنبية. منذ ذلك التاريخ توقفت عملية تصدير النفط وفشلت جهود إقليمية ودولية في إقناع الحوثيين بالتوقف عن إطلاق الهجمات التي أكدت الوقائع أنها كانت سياسة مدروسة من قبل الحوثيين لتحويل النفط إلى أداة ابتزاز لصالحهم. في 17 من فبراير 2023 توصلت مجلة إنرجي إنتليجنس إلى أن تصدير النفط سيظل معلقاً إلى أن تتحسن الظروف الأمنية. ونقلت المجلة عن مصادر في شركة النفط الحكومية قولها إن عملية التصدير توقفت تخوفاً من وقوع هجوم آخر، وأن الشركة تنتظر نتائج المباحثات السعودية الحوثية. المجلة التي تعنى بمجال الطاقة أوضحت مصادرها أن حقول النفط في حضرموت لا تزال تنتج نحو 7500 برميل يومياً، وأن عملية الإنتاج مستمرة في شبوة، إلا أن الضربات الحوثية لا تنحصر تداعياتها السلبية على مواقع إنتاج النفط في حضرموت، بل ستؤثر وفق المجلة الدولية على الاستثمار وحركة ناقلات النفط عند باب المندب. عملياً تقع مناطق إنتاج النفط في اليمن تحت النفوذ السعودي، ونجح الحوثيون في وضع عملية تصديره ورقة لصالحهم على طاولة مسقط المعنية بمفاوضات بين السعودية والحوثيين، وبالتالي ورقة ضغط بيد إيران التي شدد مسؤول في وزارة خارجيتها لسويسرا على ضرورة رفع الحصار السعودي على اليمن. كانت ميليشيا الحوثي قد هددت بالعودة إلى التصعيد العسكري في حال تجاهل طلباتها، مستثمرة القلق السعودي الدولي على النفط في اليمن، النفط الذي قد يصبح كارثة إضافية على اليمنيين إذا لم يتم تفعيل العقوبات على الحوثيين بدلاً عن سياسة المفاوضات.
قالت صحيفة إن لجنة أو قالت مصادر صحفية إن لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي والمتعلقة بشأن اليمن ستناقش اليوم التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها. ووفق المصادر فإن اللجنة ستعقد جلسة مغلقة لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين بعد أكثر من أسبوعين على تأجيل اجتماعين سابقين لها. وفي منتصف الشهر الجاري جدد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات على اليمن إضافة إلى تجديد ولاية فريق الخبراء. على بياني وأعطي الكلمة الآن للولايات المتحدة الأمريكية. سيد جرونبرغ، شكرا لسيد جريفيث على هذه الإحاطة. وفي موضوع منفصل، أقرت ميليشيا الحوثي بإجراء عملية تبادل سجناء مع تنظيم القاعدة. وذكر رئيس لجنة الأسرى التابعة للميليشيا عبد القادر المرتضى أن عملية التبادل شملت الإفراج عن 3 سجناء من الحوثيين مقابل سجينين من القاعدة. جاءت تصريحات المرتضى بعد أيام من إعلان تنظيم القاعدة عملية التبادل في 14 من فبراير الجاري وفق موقع سايت انتليجنس جروب. وكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليم قال في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ إن لدى الحكومة أدلة تتضمن إفراج الحوثيين عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب. أقرت ميليشيا الحوثي بمقتل 40 من مسلحيها في معركة مع القوة الحكومية منذ مطلع الشهر الجاري. وذكرت وكالة سبأ الخاضعة للميليشيا أنه شيع في صنعاء جثمان 12 من مقاتلي الجماعة، 10 منهم ينتحلون رتب ضباط، مشيرة إلى أنهم قتلوا في معارك مع قوات الجيش. وكانت الميليشيا أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين في بيانات منفصلة مقتل 28 من مسلحيها في جبهات القتال، بينما أقرت في يناير الماضي بمقتل 50 من المسلحين. هذا ومنذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر الماضي تشن الميليشيا هجمات متقطعة على مواقع الجيش وسط إعلانات من القوات الحكومية بصد تلك المحاولات. سقط قتلى وجرحى في مواجهات مع الجيش الوطني وميليشيا الحوثي بمديرية خبو الشعف شمالي الجوف. مصادر عسكرية قالت لبلقيس أن المواجهات اندلعت بين الطرفين عقب محاولة مسلحية الميليشيا التسلل إلى مواقع الجيش شمال منطقة اليتمى. أشارت إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 5 جنود من قوة الجيش وجرح آخرين، فيما سقط عدد من المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح. المصادر أكدت أيضا أن قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم الميليشيا وإجبارها على التراجع وسط أنباء عن دفع الحوثيين بتعزيزات عسكرية إلى مناطق المواجهات. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب تسجيل 5 حوادث احتراق شهدتها مخيمات النزوح في المحافظة منذ مطلع العام الجاري. وأوضح مساعد مدير عام الوحدة التنفيذية خالد الشجني أن الأسباب تعود إلى قيام النازحين بعمليات الطبخ داخل الخيام وعشوائية توصيل الكهرباء، مشيرا إلى أن الوحدة وثقت العام الماضي حصول 55 حادثة احتراق تسببت بخسائر بشرية ومادية. وأكدت أن تدخلات المنظمات والهيئات الإنسانية لا ترقى لمستوى الاحتياج، داعيا إلى رفع حجم التدخلات وإيجاد مأوى انتقالي ومستدام. هذا وأمس أعلنت وحدة النازحين احتراق مأوى 3 أسر نازحة في حي الشركة بمديرية مأرب بعد يومين من احتراق مأوى 5 أسر في مخيم الغاوية بمديرية الوادي. طبعا تتكرر الحرائق وحوادثها في داخل محافظة مأرب مع الأسف مخلفة أضرار بشرية ومادية على النازحين سواء كانوا في داخل المخيمات أو خارج المخيمات، فقد بلغت في العام الماضي 55 حالة حريق مخلفة حتى وفيات بين الأطفال والنساء. حاليا في العام الماضي في 23 لدينا 5 حالات حرائق، والتدخلات التي تمت من قبل المنظمة تدخلات قليلة لم تتم بالشكل الكبير، لكن الأسباب التي تعزى للموضوع على حرائق هي موضوع الذي هو الطبخ بداخل الخيام، جودة الخيام التي هي ضعيفة جدا، كذلك عشوائية التوصيل للكهرباء مما يؤدي إلى وجود شورت وماس كهربائي. ف
فنحن نأمل أن يكون هناك يعني تنفيذ التدخلات خاصة في جانب المأوى الانتقالي والمأوى المستدام الذي يحافظ على حياة الناس وخصوصياتهم، كذلك تنفيذ التدخلات عاجلة لإنقاذ هذه الأسر والاستعداد للموسم الصيف. أعلن أحد الوجهاء في مأرب العفو عن قاتل نجله عقب اعتصام والدة المتهم ومطالبتها بالعفو عن ولدها. وقالت مصادر محلية أن عبد الله المرادي أعلن العفو عن المتهم بقتل نجله في نيابة مأرب الاستئنافية بحضور رئيس النيابة عارف المخلافي وعدد من الوجهات الاجتماعية. وكانت والدة الجاني قد نفذت اعتصاما لأيام بالقرب من قبر المجني عليه صدام عبد الله المرادي للمطالبة بالعفو عن ابنها المداني والمحكوم عليه بالإعدام. وكانت المحكمة قد قضت بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص على الجاني ربيع التماسي لقتله عمدا صدام عبد الله المرادي. ومعنا من مأرب مراسلنا علي الجرادي، مرحبا بك علي. علي، كيف هو الوضع في مخيمات النزوح بعد اعلان الوحده التنفيذيه عن احتراق 5 منازل لاسر نازحه؟ نعم، عمل في مخيمات النزوح بالمحافظة تواجه الأسر معاناة شديدة، ليس فقط من النقص الغذاء وغياب ونقص حاد في بقية الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها، ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجهها الأسر النازحة داخل هذه المخيمات، وهي استمرار أو تكرار حوادث الاحتراق داخل مخيمات النزوح. بعض هذه الحوادث نتيجة ماس كهربائي، وبعضها أيضا لاشتعال نار داخل هذه المخيمات، ولأنها رديئة وفقا لما يقوله النازحون بأن هذه الخيام رديئة وسريعة الاشتعال، عادة ما نسمع عن احتراق مأوى لأسر نازحة وكان آخرها احتراق منزل أو مأوى لأحد النازحين في منطقة الشركة، وقبلها أيضا بأيام كان هناك حريق مماثل. الوحدة التنفيذية تقول بأن عدد الحرائق داخل مخيمات النزوح وصلت إلى 5 حرائق خلال الأشهر أو منذ بداية العام 23، وحتى اليوم لا تزال هذه المشكلة عالقة. المنظمات الإنسانية لم تتدخل بشكل جيد لحل هذه الإشكالية. الوحدة التنفيذية تقول بأنها غير قادرة على وضع حلول نهائية لهذه المشكلة العالقة منذ سنوات، ولعل العام الماضي ارتفعت حصيلة حوادث الاحتراق في مأرب وصلت إلى 55 حادثة احتراق، وخلفت خسائر بشرية ومادية في أوساط النازحين. وما يعني أن المنظمات الإنسانية حتى اللحظة هي لم تضع حل أيضا لهذه المشكلة، مثل أيضا البحث عن مأوى انتقالي آخر بدلا من هذه الخيام التي تعد سريعة الاشتعال وفقا للمعايير الدولية، بأن النازحون حينما يصلوا إلى مناطق النزوح يستمروا لفترة معينة في خيام كهذه الخيام التي يسكنها النازحون اليمنيون المتواجدون في مأرب. لكن من الواضح أن المنظمات الدولية لم تقم بواجبها حتى تعبير النازحين، وحتى أيضا تصريح الوحدة التنفيذية التي تقول بأن المنظمات الإنسانية وتدخلاتها ضئيلة لتسيير هذا الشكل أو هذا المسكن الرديء والانتقال إلى مرحلة المأوى الانتقالي الذي يحفظ للنازح استمرار مأواه وبعيد عن هذه الحوادث المستمرة التي يدفع ثمنها عادة النازح. نعم، ولكن السؤال هنا علي، يعني الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات دائما ما ترجع يعني عدم حل إشكاليات النازحين بسبب تقصير المنظمات الدولية، هل سيظل يعني هؤلاء النازحين رهن استجابة المنظمات الدولية؟ ألا يوجد حلول أخرى؟ ألا يمكن للسلطة في مأرب، الحكومة، مركز الملك سلمان أن يسدوا فجوة غياب أو تقصير أو تسويف المنظمات الدولية؟ في الحقيقة هذه هي المعضلة الكبيرة التي يواجهها النازحون هنا في مأرب، أن الجانب الحكومي والرسمي يبرر غيابه ويتعذر عن تقديم الخدمات التي تأتي المنظمات لسد هذا الاحتياج فقط أو لمساعدة السلطات هو في الأصل، لكن في مأرب تحديدا حينما نوجه هذا السؤال للسلطة المحلية ما الذي يمكن أن تقدموه أنتم قبل أن تأتي المنظمات؟ هم يقولوا بأن قدراتهم بسيطة ولا يمكن السلطة المحلية يعني ليس لديها القدرة على سد الاحتياج الكبير في المحافظة المكتظة بأكثر من 2 مليون نازح،
يقولون بأن إمكانياتهم بسيطة وأن لديهم يعني جبهات متعددة، ليس فقط الجبهة الإنسانية، ولكن هناك أيضا جبهة حرب، وأن ظروفهم الإيرادات داخل المحافظة بسيطة ولا تغطي السلطة المحلية لوضع خدمات ناجيك عن الاهتمام بجانب النازحين، وبالتالي هم يوعزون هذه المهمة للمنظمات الدولية ويقولون بأن هناك مانحين دوليين يقدمون مبالغ كبيرة وهائلة لصالح النازحين في اليمن تحديدا في مأرب، وهذه هذا التمويل الكبير للجانب الإنساني هو يفترض أن يعمل على حماية النازح، على إيجاد حياة مستقرة للنازح، على تأمين أوضاع النازحين ومساكنهم ومأواهم وتوفير ما يحتاجه النازحون. هكذا تقول السلطات المحلية في مأرب، والحكومة الشرعية هي عادة وخلال الفترة الماضية خرجها الدكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة ويقول بأن إمكانيات الحكومة غير قادرة على تقديم احتياجات النازحين في مناطق الحكومة أو في المناطق الشرعية. شكرا جزيلا لك علي الجرادي مراسلنا من مأرب. شكرا جزيلا علي. بدأت قوات يمنية تدعمها السعودية انتشارها في مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت المحاذية للمملكة. وقال مصدر عسكري لقناة بلقيس إن ما تسمى قوات درع الوطن بدأت التمركز في موقع عسكري مهجور بمديرية العبر التي يقع في نطاقها منفذ الوديعة، الشريان البري الوحيد حاليا مع السعودية. أشار المصدر إلى أن عملية الانتشار تأتي ضمن خطة للتمركز في مواقع أخرى بمديرية وادي وصحراء حضرموت التي تتواجد فيها قوات المنطقة العسكرية الأولى دون مزيد من التفاصيل. من عدن وإلى حضرموت توسع السعودية من تواجدها العسكري جنوبي البلاد، فبعد أيام من وصول تعزيزات لقوات ما يسمى درع الوطن إلى العاصمة المؤقتة قادمة من السعودية، بدأت وحدات عسكرية للقوات ذاتها انتشارها في مديرية العبر بمحافظة حضرموت. مؤخراً قالت مصادر عسكرية لقناة بلقيس أن تلك القوات بدأت تمركزها في مواقع عسكرية في المديرية الواقع نطاقها في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية. عملية الانتشار تلك تأتي وفق ما تقول المصادر إنها ضمن خطة للتمركز في مواقع أخرى بمديريات الوادي والصحراء التي تتواجد فيها قوات المنطقة العسكرية الأولى، وتسعى السعودية من جهة إلى تحجيم دور المجلس الانتقالي وخاصة في حضرموت التي تشهد منذ فترة حراكا سياسيا وآخرا عسكري لمحاولة إلغاء تواجد الحكومة الشرعية بحسب ما يرى مراقبون، ومن أخرى ربما لتعزيز مركز القوة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في عدن وما جاورها من مناطق محررة. مع تعاظم سيطرة الانتقال المطلقة على عدن وتصعيده نحو حضرموت في الأشهر القليلة الماضية لتكرار تجربتي شبوة وأبين، جرى تشكيل قوات درع الوطن المكونة من السلفيين بقرار صادر عن رئيس المجلس الرئاسي وبدعم وإعاز من الرياض. تتزامن هذه التحركات في الملف العسكري مع تعثر جهود اللجنة الأمنية والعسكرية في توحيد التشكيلات المسلحة المختلفة، وبخلاف ما تريد ميليشيا الحوثي من نيل وتحقيق مكاسب على حساب اليمنيين، تتسابق القوى في معسكر الشرعية وبدعم من أطراف خارجية إلى تقاسم ما تبقى من مناطق البلاد. أصدرت الحكومة قراراً بإيقاف تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج الوطن من جميع المنافذ بهدف توفيرها للأسواق المحلية بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق. وأكدت وزارة الثروة السمكية أن القرار جاء كضرورة ملحة نظراً لشح الإنتاج، مشيرة إلى أنه سيتم إنزال نشرة سعرية بجميع أنواع الأسماك لكل مناطق الشريط الساحلي من قبل غرفة عمليات الوزارة. في محاولة لتهدئة الشارع، أصدرت الحكومة قراراً بإيقاف تصدير الأسماك الطازجة إلى خارج البلاد من جميع المنافذ، ذلك بهدف توفيرها للأسواق المحلية بعد ارتفاع أسعارها بشكل باهظ. وزارة الثروة السمكية وجهت فروع الهيئة العامة للمصائد السمكية بتنفيذ القرار، مشيرة إلى أنه سيتم إنزال نشرة سعرية لجميع أنواع الأسماك من قبل غرفة عمليات الوزارة. أغلب سكان البلاد لم يعد بمقدورهم توفير سعر الأسماك في موائدهم،
بعد أن كانت لوقت قريب وجبة رئيسية لمعظم السكان، ليصبح شراء السمك ترفاً باهظاً مع ارتفاع سعره. الوزارة تقول إن قرار إيقاف صادرات الأحياء البحرية جاء كضرورة ملحة في فترة يشح فيها الإنتاج ويخدم المواطن بشكل عام، لا سيما وأنه سيساعد في إحداث اكتفاء ذاتي في السوق المحلية ومنع الاحتكارات والتلاعب في الأسعار. قرارات الحكومة ليست الأولى، فقد سبقتها قرارات مماثلة، إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ رغم تفاقم معاناة المواطنين في بلد يمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً على بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر. مراقبون يرون أن صادرات الأسماك إلى الدول المجاورة خصوصاً دول الخليج أحد أهم أسباب شح الأسماك وارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية، أزمة كبيرة في المعروض من الأسماك مع اختفاء كثير من الأصناف وارتفاع أسعارها 100%، في حين يمثل قطاع صيد الأسماك ثاني أهم مصدر لإيرادات التصدير في البلاد بعد النفط. تقديرات وبيانات رسمية أشارت إلى أن إنتاج الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنوياً في البلاد نحو 200,000 طن، وذلك قبل اندلاع الحرب، لكنه تراجع إلى النصف بعد حدوثها. أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز ضبط شحنة أسلحة وذخائر مهربة بعد أسبوع من ضبط أخرى في محافظة لحج كانت في طريقها إلى الحوثيين. وأوضحت شرطة تعز أن قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق في نقطة الشراجة ضبطت شحنة الأسلحة المهربة المكونة من عشرات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية على متن سيارة في طريقها إلى مدينة المخا. أوضحت أنه تم ضبط سائق المركبة وإيداعه الحجز تمهيدا لتسليمه إلى جهة الاختصاص. تصاعدت مؤخرا عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، حيث ضبطت القوة الدولية خلال شهرين 4 شحنات إيرانية على متن سفن كانت في طريقها إلى الميليشيا. نبقى في تعز، حيث نفذ معلمو وطلاب مدرسة الأحسان في مديرية المظفر وقفة احتجاجية تندد بحادثة مقتل وكيل المدرسة أنور عبد الفتاح أمس برصاص مسلحين مجهولين. وخلال الوقفة التي نظمت في موقع الجريمة، طالب المحتجون المحافظة والأجهزة الأمنية سرعة التحرك الجاد والعاجل لضبط الجناة ومحاكمته. هذا وكان مسلحون أطلقوا النار على التربوي أنور عبد الفتاح أثناء مروره في أحد شوارع مدينة النور، فأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار. على مدى 8 سنوات من الحرب توسعت انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد القطاع التعليمي ضمن مساعيها لتجهيل الأجيال القادمة. وتعد محافظة تعز واحدة من المحافظات التي تعرضت فيها عشرات المدارس للدمار جراء حرب الميليشيا. كاميرا بلقيس زارت مدرسة 7 يوليو التي طالها القصف الحوثي، ورغم هذا الدمار فإن العملية التعليمية ما تزال مستمرة. على وقع أصوات النشيد الوطني يعلن بداية اليوم الدراسي في مدرسة 7 يوليو بمديرية الصالة شرقية تعز. هنا يتوجه التلاميذ كل صباح لخوض يوم جديد في العملية التعليمية، متجاوزين الواقع إلى المستقبل مهما كانت الظروف. في طلاب كثير، المدرسة هذه أقرب لهم، ولكن بسبب أنه ما فيش خدمات داخل المدرسة الطلاب توجهوا إلى مدارس أخرى. تحتضن المدرسة أكثر من 200 طالب وطالبة تسرب ضعفهم بسبب انعدام بعض الاحتياجات والخدمات كتلك التي دمرتها الحرب من مرافق تعليمية. نقص الكتاب المدرسي، حيث الجزء الثاني هذا صرف لنا مادة اللغة العربية للصف الأول فقط، ما بالك من طلاب عددهم 230 طالب بدون كتاب، والكتب اللي كانوا موجودين عندنا فيما سبق قسمنا الكتاب لثلاثة طلاب. عمي نجار نشيد وغيره من العاملين. في مهمة إبقاء الطلبة مرتبطين بالعملية التعليمية، ذهب بعض الآباء لتغطية النقص في جانب الكادر التعليمي، وهم استدعى بعضهم للتطوع كسد احتياج ضروري، خصوصا في ظل غياب دور الحكومة
والمنظمات المختصة. بسبب الوضع المتدهور في اليمن وغياب الكادر التعليمي اضطريت إلى التدريس في المدرسة لغياب المدرسين المتواجدين الكادر التدريسي السابق في المدرسة. مع كل ذلك يبقى وضع المدرسة انعكاسا لما يعانيه القطاع التعليمي في المحافظة عموما منذ انقلاب ميليشيا كثفت من انتهاكاتها للتعليم بقصف المدارس واستهداف البنية التحتية بهدف قصف عقول جيل كامل ليسهل طمس هويتهم الوطنية وغرس خرافتها. هنا حيث يتأرجح واقع العشرات من الطلبة بينما دمرته آلة حرب ميليشيا الحوثي وغياب للبيئة التعليمية المناسبة يستمر تفاقم المشاكل حيث يواجهونها بهمة كبيرة لمواصلة التعلم والمضي قدما نحو المستقبل وإن شوهت الحرب حاضرهم. على خالد، قناة بلقيس، تعز. ويبقى معنا من تعز مراسلنا علاء خالد، مرحبا بك معنا علاء. سيكون الحديث بالمجمل عن وضع التعليم في المدينة، لكن نبدأ من حادثة مقتل وكيل مدرسة الإحسان، هل من جديد بشأن هذه الحادثة؟ في الحقيقة نضال حادثة مقتل وكيل مدرسة الإحسان أنور الصوفي حتى هذه اللحظة لم تتحدث لنا السلطات الأمنية عن وصولهم لمرتكبي هذه الجريمة، بين أن طلاب المدرسة نفذوا وقفة احتجاجية مطالبين المحافظ شمسان والأجهزة الأمنية التي باشرت التواجد في مسرح الجريمة عقب مقتل الوكيل المدرسة، وحتى اللحظة لم تتحدث لنا السلطات ولم تصدر بيان حول هذه الحادثة توضح المسببات والدوافع وأيضا من ارتكبوا هذه الجريمة. فاجعة كبيرة هنا في منطقة في مدينة الإحسان مدينة النور، خصوصا أن الأستاذ أنور الصوفي كان يحظى بمحبة كبيرة من قبل الطلبة الذين نفذوا وقفة احتجاجية هذا الصباح. نعم بالانتقال يعني للحديث عن الوضع التعليمي وخصوصا المدارس التي تعرضت للقصف من قبل الحوثيين، أبرز المعوقات تجاه استمرار العملية التعليمية وأبرز احتياجات الطلاب وأيضا المعلمين هناك؟ نعم نضال، عشرات المدارس التي طالها القصف الحوثي على امتداد سنوات الحرب حتى هذه اللحظات، هناك عشرات المدارس التي يعني دمرت بشكل جزئي وأخرى دمرت بشكل كلي، وفي مناطق يعني هناك مناطق في مدينة تعز وخصوصا في أريافها لديهم مدرسة واحدة تعرضت للقصف، وبهكذا توقفت العملية التعليمية بشكل نهائي. كنا قد زرنا مدرسة في منطقة المشرخف هناك في شرق المدينة في منطقة صالة، هذه المدرسة التي تعرضت للقصف الحوثي بعدد من قذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة، إلا أن أبناء تلك المنطقة ما يزالون يتمسكون بالتعليم رغم مرارة الواقع. وأيضا هناك معوقات كثيرة بالإضافة لقصف ميليشيا الحوثي وتدميرها لعدد من المدارس، هناك أيضا معضلة أخرى هي غياب الكتاب المدرسي وأيضا يعني عدم توفر الكادر التعليمي. المدرسة التي زرناها في الحقيقة كانت تعاني كثيرا من المشاكل التي هي انعكاس لما يعانيه القطاع التعليمي في عموم مناطق ومديريات محافظة تعز. الحكومة الشرعية ممثلة بمكتب التربية والتعليم المتواجد في المدينة مدرسة 7 يوليو يتحدثون بأنهم اليوم في مرحلة الجزء الثاني لم يستلموا أي من الكتاب المدرسي سوى كتاب مادة اللغة العربية للصف الأول، بينما المدرسة فيها من الصف الأول حتى الصف السادس، وهؤلاء يوزع لكل 3 من الطلاب كتاب واحد. معضلة كبيرة يعانيها القطاع التعليمي حقيقة مع تجاهل السلطة الحكومية المتواجدة المعنية بهذا، وأيضا حصار وحرب ميليشيا الحوثي الذي ما يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. شكرا لك علاء خالد مراسلنا من تعز. منعت ميليشيا الحوثي إدخال مادة الإسمنت المحلية القادمة من المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة بالتزامن مع قيود فرضتها على التجار لإجبارهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة.
مصادر تجارية قالت إن ميليشيا الحوثي تمنع للأسبوع الثالث شاحنات تجارية على متنها مادة الإسمنت في منافذ الجبايات التي استحدثتها بالمحافظات الخاضعة لسيطرتها. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا منعت دخول إسمنت الوطني القادم من لحج وإسمنت الوحدة القادم من مصانع في أبين. ناقلات الأسمنت متوقفة في المنافذ الحدودية ليس بين اليمن ودول الجوار، ولكن في الحدود الداخلية التي فرضتها ميليشيا الحوثي كدولة أمر واقع لها سلطاتها وقانونها الخاص. في نقاط الجمارك التي تستدل بها على حدود الدولة المستحدثة، يقوم الحوثيون بين فترة وأخرى بمنع دخول أنواع محددة من البضائع بهدف إثبات السيطرة أولاً، ثم خلق أزمات تموينية وتحقيق أرباح على هامش هذه الأزمات. خلال الأعوام الماضية خلقت ميليشيا الحوثي أزمات عدة في سوق المشتقات النفطية من خلال منع دخول ناقلات البنزين، وعلى هامش تلك الأزمة ابتدعوا سوقا موازية باعوا من خلالها المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة، ولم يأبهوا لما يتسببون به من متاعب وآلام لملايين الفقراء العالقين في مناطق سيطرتهم. اليوم تقول مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي منعت إدخال شاحنات تجارية على متنها مادة الأسمنت إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها بالتزامن مع قيود تفرضها على التجار بهدف إجبارهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة. مصادر محلية قالت إن ميليشيا الحوثي أبلغت الغرفة التجارية بصنعاء بضرورة استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة في توقيت تسجيل عمليات الاستيراد لتغطية احتياجات السوق في شهر رمضان المقبل. توجيهات ميليشيا الحوثي للتجار تزامنت مع تسريبات صدرت منهم ومن مصادر إعلامية مقربة من السعودية بشأن إلغاء آلية التفتيش الأممية للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، وهو الأمر الذي نفاه بيان رسمي صدر عن الحكومة اليمنية. الاستيراد عبر ميناء الحديدة سيحقق لميليشيا الحوثي مكاسب جمة، منها جلب المزيد من الأموال إلى خزينتهم، وفي الوقت نفسه تجفيف المزيد من مصادر تمويل الحكومة الشرعية، وهي واحدة من خطوات الحرب الاقتصادية الشرسة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية. منع ميليشيا الحوثي دخول ناقلات البضائع المستوردة يهدف إلى الضغط على التجار لاستيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، أما منع دخول ناقلات الأسمنت وهو منتج محلي فيهدف من ورائه الحوثيون لصنع أزمة في مواد البناء بغرض خلق سوق سوداء مشابهة لتلك التي صنعوها وأثروا منها من خلال المشتقات النفطية طيلة الأعوام الماضية. أعلنت المنظمات الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وصول نحو 22 ألف مهاجر من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهرين. ذكر تقرير للمنظمة أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها سجلت دخول أكثر من 10,700 مهاجر إفريقي إلى اليمن بطرق غير نظامية. وأشارت إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 1% عن شهر ديسمبر الماضي، حيث وصل 10,620 مهاجرا أفريقيا، لافتة إلى أن 97% من هؤلاء المهاجرين أثيوبيين و3% صوماليين. يعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج خصوصا السعودية من أجل تحسين وضعهم المعيشي. قالت مصادر تربوية أن ميليشيا الحوثي في محافظة إب ألزمت معلمين في مدارس حكومية وأهلية بحضور دورات طائفية تنظمها لنشر أفكارها المذهبية في الأوساط التربوية والتعليمية. أكدت أن الميليشيا تجبر المعلمين الذين يتم اختيارهم وفق خطة مسبقة على الحضور والمشاركة في دورات طائفية تحت مسمى ورش تدريبية، مهددة الرافضين باتخاذ عقوبات ضدهم. وأشارت المصادر إلى أن غالبية المعلمين الذين يتم استهدافهم بالدورات ممن يدرسون مواد القرآن الكريم
والتربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية، وهي المواد التي أجرى عليها الحوثيون تعديلات واسعة بما يتناسب مع أفكارهم ومعتقداتهم الطائفية. نهاية النشرة، بقى التذكير بالعناوين. مجلة أمريكية تقول إن إعادة تصدير النفط في اليمن تعتمد على نتائج المفاوضات بين المملكة والحوثيين. قتلى وجرحى في معارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي بمديرية خبو الشعف شمالي الجوف. منظمة الهجرة الدولية تعلن وصول نحو 22 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال شهرين. تدمير وتضرر نحو 350 مدرسة جراء حرب ميليشيا الحوثي في تعز. وللمزيد من التفاصيل والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت بالقيس دوت تي في وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء. Thank you.